السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي طلاب الصف التاسع، أهلا وسهلا بكم في مادة العلوم والوحدة الثانية عشرة بعنوان نشاط الفلزات، وتكملت دروسنا بعنوان حماية الفلزات من التآكل الجزء الرابع. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن 1- يصف عملية الطلاء الكهربائي باستخدام خلايا التحليل الكهربائي لحماية الفلز من التآكل. 2- يعرف السبائك. 3- يذكر أهمية السبائك في تحسين خصائص الفلزات. في بداية درسنا عزيزي الطالب، لنستمع إلى الآية 96 من سورة الكهف، حيث قال تعالى: آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. ولكن ما علاقة ذلك بدرسنا لهذا اليوم؟ قام الملك ذو القرنين بإنشاء سد من فلزي النحاس، وهنا ذكر القطر أي النحاس المصهور، والحديد المنصهرين لحجز قوم يأجوج ومأجوج خلفه. كلا الفلزين النحاس أو الحديد يتآكلان عندما يكونان منفردين في الطبيعة، وهذا ما لاحظناه في الدروس أو تعلمناه في الدروس السابقة. وعند خلط مصهور كل منهما يتكون خليط تختلف خصائصه عن الفلزات المكونة له، وهذا الخلط لمصاهير الفلزات مع بعضها ينتج ما يسمى بالسبائك. لاحظ عزيزي الطالب، هذا السيف من سبيكة النحاس والحديد بعد صهر الحديد وصهر النحاس وخلطهما مع بعضهما تتكون ما يسمى بالسبيكة، وهذه هي سبيكة النحاس والحديد، وهذا هو ما ذكر في القرآن الكريم من خلط القطر أي النحاس المصهور مع الحديد المصهور لحجز قوم يأجوج ومأجوج خلف السد. إذن عزيزي الطالب، تعلمنا في الدروس السابقة عن بعض الطرق لحماية الحديد من الصدأ، فقد تعلمنا عن التزييت والدهان والتغليف بالبلاستيك والجلفنة، واليوم سنتعلم عن الطلاء الكهربائي وتكوين السبائك. فما المقصود بالطلاء الكهربائي؟ الطلاء الكهربائي عزيزي الطالب هو تغليف سطح فلز بطبقة رقيقة من فلز آخر مقاوم للتآكل باستخدام خلايا التحليل الكهربائي. نستخدم إما الفضة أو الكروم أو النيكل، هذه هي بعض الفلزات التي تستخدم في الطلاء الكهربائي. هذا هو عنصر الفضة أو فلز الفضة، وهذا هو فلز الكروم، وهذا هو فلز النيكل. هذه الفلزات الثلاث تستخدم في الطلاء الكهربائي للفلز الذي يتآكل كالحديد مثلا. ولكن عزيزي الطالب، كيف يتم الطلاء الكهربائي؟ يتم الطلاء الكهربائي في خلية التحليل الكهربائي بتمرير تيار كهربائي في مصهور لأحد أملاح الفلز المراد الطلاء به، فتتكون طبقة رقيقة من الفلز تحمي طبقة الفلز الآخر تحتها من التآكل. فمثلا عند طلاء ملعقة فلزية بفلز الفضة، لاحظ عزيزي الطالب، نصل الفضة بالقطب الموجب، بينما الملعقة المراد طلاؤها نصلها بالقطب السالب، ونستخدم مصهور أحد أملاح الفضة، أي أن ملح الفضة هو المصهور الذي يكون في هذه الخلية. لماذا؟ لأننا نريد أن نطلي الملعقة بالفضة، فيكون المصهور هو أحد أملاح الفلز المراد الطلاء به. والآن عزيزي الطالب، نأخذ هذه المحاكاة لكيفية طلاء فلز
بفلز الفضة، القطب الموجب نصله مع فلز مادة الطلاء، وهنا مادة الطلاء هي الفضة، بينما القطب السالب نصله مع فلز المادة المراد طلاؤها، ويكون المصهور هو مصهور لملح الفضة، مصهور ملح الفضة يحتوي على أيونات الفضة الموجبة وأيونات إكس السالبة وهي أحد أملاح الفضة. يتجمع فلز الفضة يجي عند القطب السالب، لماذا؟ نعم أحسن، لأن الأيون الموجب يتجه نحو القطب السالب المخالف له بالشحنة، أما الأيون السالب لمصهور ملح الفضة فيتجه نحو القطب الموجب ويتجمع هناك. القطب الموجب عزيزي الطالب مخالف للشحنة للأيون السالب لملح الفضة، ماذا يحدث؟ نعم لاحظ هنا، تتكون طبقة رقيقة من الفضة على فلز المادة المراد طلاؤها. من الفلزات التي تستخدم عزيزي الطالب في الطلاء الكهربائي فلز الكروم الذي يستخدم في طلاء بعض القطع في السيارات والدراجات الهوائية والأدوات المنزلية، وكذلك فلز الكادميوم، هذا الفلز يستخدم في طلاء السفن، هذا هو فلز الكروم الذي يكسب هذه القطع في السيارات والدراجات الهوائية والأدوات المنزلية اللون الفضي اللامع، وهذا هو الكادميوم ذو اللون الفضي الذي يستخدم في طلاء السفن، وهذا الفلز مناسب لطلاء السفن لأن الأملاح تعتبر من عوامل التآكل بشدة للحديد، وهذا الفلز وهو الكادميوم هو المناسب لطلاء السفن. الطريقة السادسة والأخيرة لحماية الفلزات أو الحديد من التآكل هي السبائك. فما هي السبائك؟ السبيكة هي مخلوط من مصاهير فلزين أو أكثر، ويمكن أن تحتوي عناصر فلزية أخرى. تختلف خصائص السبيكة عن خصائص الفلزات التي تكونت منها، كما لاحظنا عزيزي الطالب في بداية الدرس عندما تم عمل سبيكة من النحاس والحديد في السد الذي حجز خلفه قوم يأجوج ومأجوج. أنواع السبائك، نعم سبائك الفولاذ وسبيكة الألمنيوم وسبيكة النحاس وسبائك الذهب، هذه السبائك الأربعة التي سندرسها بعد قليل. سبائك الفولاذ، الفولاذ عزيزي الطالب أو ما يسمى بسبائك الحديد الصلب، من أكثر أنواع السبائك شيوعا ويستخدم في العديد من مجالات الصناعة. ينتج مصهور الحديد من فرن الاحتراق ويحتوي على كربون بنسبة أكثر من 5% مما يجعله هشا ويسمى هنا بالصلب، أي أن الحديد الذي يحتوي على الكربون يسمى بالصلب. عند إضافة الكربون إلى مصهور الحديد تتكون سبيكة تسمى بالفولاذ، هذه السبيكة تزداد صلابتها أو يزداد صلابة الفولاذ بنقصان كمية الكربون. وعند إضافة فلزي كل من النيكل والكروم كمصاهير إلى الفولاذ يتكون عندنا الفولاذ المقاوم للصدأ أو ما يسمى بالستانلس ستيل، والذي يستخدم في صناعة بعض الأدوات المنزلية. تزداد صلابة الفولاذ بنقصان كمية الكربون المضافة إليه عند تصنيع. لاحظ عزيزي الطالب في كتاب العلوم في الصفحة 186 هذا الجدول رقم 2 يبين أنواع الفولاذ حسب نسبة الكربون. النوع الأول منخفض الكربون، تكون نسبة الكربون أقل من 0.3% وتستخدم في أجسام السيارات والبراغي. النوع الثاني وهو متوسط الكربون، تكون نسبة الكربون فيه من 0.3 إلى 0.8%
ويستخدم في خطوط سكك الحديد وفي صناعة الزبركات. النوع الثالث من الفولاذ وهو عالي الكربون، وتكون نسبة الكربون من 0.8 إلى 1.5%، ويستخدم الفولاذ عالي الكربون في صناعة المقصات والسكاكين. لاحظ هنا عزيز الطالب أن المنخفض الكربون أو الفولاذ منخفض الكربون هو أكثر صلابة من الفولاذ عالي الكربون. أما سبيكة الألومنيوم عزيزي الطالب فهي تصنع من مصفور الألومنيوم، حيث أن الألومنيوم خفيف الوزن وقليل الصلابة، يضاف إلى مصفور الألومنيوم مصفور النحاس وكذلك مصفور المغنيسيوم، وبذلك يتم صناعة سبيكة الألومنيوم. سبيكة الألومنيوم خفيفة الوزن وعالية الصلابة، أي أن سبيكة الألومنيوم أكثر صلابة من الألومنيوم نفسه، وتستخدم سبائك الألومنيوم في صناعة إطارات النوافذ وكذلك في صناعة هياكل الطائرات، لأنها تمتاز بالصلابة العالية وخفة الوزن. أما سبيكة النحاس فتصنع من مصفور النحاس، وتذكر أن النحاس قابل للتآكل، ولكن ماذا يحدث عندما يتحول إلى سبيكة بإضافة ثلاثة فلزات من مصفور القصدير ومصفور الألومنيوم ومصفور النيكل، وبذلك يتم تصنيع سبيكة النحاس، وهي أكثر قوة وصلابة من النحاس ولا تتآكل، وأقدم السبائك التي استخدمها الإنسان في صناعة الأواني المنزلية وأدوات الحرب مثل السيوف والدروع، وكذلك تستخدم في صناعة الميداليات وطلاء السفن لحمايتها من التآكل. أما سبائك الذهب فتتم صناعتها بإضافة بعض مصاهير الفلزات إلى مصهور الذهب، ومن هذه السبائك دعونا نتعرف على بعضها: الذهب عيار 18 قيراطا، نسبة الذهب في سبيكة الذهب من عيار 18 قيراطا تكون 75%، أما نسبة الفلزات المضافة إلى الذهب فهي 25% من النحاس والفضة. أما الذهب عيار 21 قيراط فتكون نسبة الذهب في هذه السبيكة 92%، أما نسبة الفلزات الأخرى من النحاس والفضة والخارصين فتكون 8%. ولكن ما هو القيراط؟ القيراط هو مقياس لدرجة النقاوة، لدرجة نقاوة الفلز، فالذهب الصافي يسمى 24 قيراطا، ويخلط الذهب عادة بمعادن أخرى لتزيد من صلابته، لأن الذهب النقي لين جدا. فمثلا الذهب ذو العيار 18 قيراطا أكثر صلابة من الذهب عيار 21 قيراطا. القيراط الواحد يساوي 200 ملغرام، أو بعبارة أخرى فإن الجرام الواحد يساوي 5 قراريط. ملخص الدرس: حماية الفلزات من التآكل. السبيكة هي مخلوط من مصاهير لفلزات وعناصر أخرى تعمل على تحسين صفات الفلز. تتميز السبيكة عن الفلزات المصنوعة منها بأنها أكثر صلابة وأكثر تماسكا وتمنع تآكل الفلز. أنواع السبائك: هناك سبيكة الذهب وسبيكة النحاس وسبيكة الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدى، الحديد والكربون والنيكل والكروم ومن مكونات الفولاذ المقاوم للصدى أو الستانلس ستيل. أما سبيكة الألومنيوم فهي عبارة عن فلزات من الألومنيوم والنحاس والمغنيسيوم المصهورة. أما سبيكة النحاس فهي خليط من النحاس والقصدير والألومنيوم والنيكل. أما سبيكة الذهب فهي خليط من الذهب والنحاس والفضة والخارصين. والآن عزيزي الطالب في الصفحة 189 أكمل الفراغ في السؤال الآتي. السؤال رقم 5: تتكون سبيكة الفولاذ المقاوم للصدى بالإضافة إلى الحديد والكربون من؟ نعم أحسن، النيكل والكروم.
السؤال السادس: سبيكة الذهب التي تحتوي أكبر نسبة من الذهب تعرف بذهب عيار، نعم 24 قيراطا. السؤال السابع: السبيكة التي تستخدم في صناعة هياكل الطائرات مكونها الأساسي هو فلز، نعم أحسنت، الألومنيوم لأنه خفيف الوزن. السؤال الثامن: أقدم السبائك التي استخدمها الإنسان في صناعة أدواته هي سبيكة، نعم أحسنت، سبيكة النحاس. وفي الصفحة 191 أجب عن السؤال الآتي: السؤال رقم 20: تصنع هياكل السفن من الفلزات التي يمكن أن تتعرض للتآكل وإتلاف السفن مثل الحديد. ما العوامل التي تزيد من تآكل السفن؟ نعم أحسنت، الملوحة، حيث يتآكل الحديد في الماء المالح بشكل أكبر من الماء قليل الملوحة. فرع بي: ما أفضل طريقة يمكن استخدامها لحماية السفن من التآكل؟ نعم أحسنت، الطلاء الكهربائي بفلز الكادميوم الذي يستخدم في بيئة يتوفر فيها عوامل التآكل بشدة مثل الأملاح. وفي نفس الصفحة 191 السؤال رقم 22: وضح كيف يتم تحسين صفات الفلزات ومنع تآكلها من خلال استخدام السبائك. نعم أحسنت، يتم تحسين صفات الفلز من خلال صهره وخلطه مع مصهور فلز آخر أو أكثر من فلز، فتتحسن بذلك صفات الفلز في السبيكة ويصبح أكثر صلابة وتماسكا ولا يتآكل. شكرا لكم أعزائي الطلاب على هذه الحصة الممتعة، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.